بشيء. أكيد مش سهل إن الأطفال دي تشوف نفسها كل يوم على الشاشة. نحس لنا إيه؟ وهي بتترجى الناس تساعدها عشان ما تموتش. بحس وجع دايماً في قلبي وحاسه كتير. اضطرينا نعمل كده عشان نقول لكم بكل السبل إن في أي لحظة الأطفال دي هتموت. بيبقى مخنوق وبحس إنه أنا بترجاكم وبوجه نداء ليكم كأم مش كمذيعة. نفسي ربنا يشفيه. إنكم تساعدوا الأطفال دي بأسرع وقت ممكن لأن إحنا بنفقد طفل كل يوم. نفسي على عزيزي كتير. يا رب سمي. أمنتكم الأمانة ومعنا رسول.